العراق هو بلد نفطي صحيح، لكن يعني مو معناه احنا عندنا، احنا 99% معتمدين على النفط وهذا غير صحيح. اسمحي لي اولا، اول خطوه يعني بالنسبه للنفط، دول الخليج وكل دول العالم النفطيه الان 15% من مواطني ذاك البلد يشتغلون في القطاع النفطي، يشتغلون في القطاع النفطي. القطاع الخاص العراقي هو الوحيد بالعالم اللي محروم ما يدخل وزارة النفط، لأن وزارة النفط مسجلة باسم الحكومة على اعتبار أنه الناس الآخرين القطاع الخاص هم غير ناس. هذه أنا هسه كمواطن شلون أفهمها؟ أنه النفط الآن غير مستقر وأسعاره غير مستقرة، كان على العراق أن يتجه كتلك لمشاريع أخرى، وهو بمجال يعني دولة غنية بس بوضعها العام، لكنه مع الأسف الإدارات اللي تدير البلد وتدير المنظومة الاقتصادية هي غير صحيحة. ليش أوبك قللت من عندنا 200,000 برميل؟ أوبك لأنه إحنا مسوقين بترول أكثر من المقرر، ولذلك لا نستمر بهذا التسويق راح تأثر على الأسعار، ومن تأثر على الأسعار هي نفس الخسارة، يعني معادلة. إحنا نتعاون مع أوبك وأوبك تتعاون حتى تسد الفجوة، فجوة انخفاض الأسعار.